خوتنا الاعزاء، السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه الحلقه الجديده. نتمنى تكونوا بخير. شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم معنا في هذه القناه المتواضعه. المهم في هذا الفيديو هذا كنتمنى منك باش دير الكيت في ودنيك، ولا كنتي كتصنت حدا شي واحد بعد او لا نقص وتتفرج غير بوحدك. اصدقائي الاعزاء، غادي نشوفوا واحد المقطع ديال واحد الفيديو كنظن بانكم كاملين عقلتوا عليه. خوتي يعني ضحكت في الارشيف، راني لقيت شنقريحه جده الاول خالد بن الوليد سيف الله المسؤول، هذه راها مرخه بالتاريخ. روحوا للسعوديه وكم شكون جد شنقريحه خالد بن الوليد سيف الله المسؤول، سلطه الله على المراريكا. ها تبون تعرف شكون جده؟ ها ابا بكر الصديق. كنظن بانكم كلشي شفتوا هذا المقطع ديال هذا الفيديو هذا. الساعه كانوا كيدوروا مع الكبرانات وكيخرج وكيضرب في المغرب وكيضرب في المراركه كيف ما كيقول هو، ولكن دابا قطعوا ليه الخلصه وما عطاوش الحولي ديال العيد وهو يخرج يقلب عليهم. الخونه يا ولاد فرنسا يا ولاد ديكول، ما هو ولاد ديكول؟ ولاد ديكول انتوما ولاد الكلاب ولاد العائرات، جيهم من الاخر انا ضرونا. انت الجزائر اكرمكم الله تخدم الدعارة باش تاكل. انا مغوجد، انا مغوجد، مغوجد يا ربك، انا مغوجد منهم. تعيش يا عبد الدينار، ضر ولادهم، طيارات تدي وطيارات تجيب، ريفكات فاملات دا ولادنا لا رقيب لا حسيب. ولادي رايحين يتحرجوا في اوكرانيا والجزائر وين وصل يتحرج. لما نشوف انا بنات الجزائر في بوطي داي ولادها ما خاش تاكل، ما خاش وين ترقد، يا غالى على صار نار نار. واش تاكل؟ شعب راه يطلب، شعب راه يطلب، شعب راه ما لقيتش تاكل. ما ربيناش الاجيال صح، ما ربيناهمش على المبادئ، طحنا في وحدين. شرنا كيلو كيلو غراب، جيت مشى مشيت الحمام تلف مشيت. علم الله من انتم، تا المروكي قني قني يا المقطع، كل يوم قاطعين الضو زيت قاطعين الرب الغاز، زايدين في الاسعار، الظلم الحكرات. واش باقي؟ مكياج بو، نسوم دي بيزيلمون، نسوم دي زاجيريان، مي بو كياج بو. شكون نتوما؟ نوريك الخطة نتاعي انا. راها مصر بناو بلاد واحدة أخرى، 120 مليون ناس تما. أنا راني وزعت 5000 سكنة، وزعت 150 سكنة. إيوا فينا هي هاد الهضرة اللي كنتي كتقول بأن شنقريحة راجل مزيان وتبون راجل مزيان والجزائر قوة ضاربة وانتوما يا المراركة الجيعانين؟ نسيتي نسيتي هادشي كامل؟ إيوا هما قلبوا عليك، هما قطعوا عليك الماندا، هما ما عطاوك لا عيد لا والو. ودابا اصدقائي الاعزاز، كان ديجا دار واحد الفيديو قديم كيشرح فيه فيلاج اللفت. فيلاج اللفت اليوم لا جوناس صغار ولادنا دري هادو مساكين ما يعرفوش ما معنى كلمه فيلاج اللفت. الدوله بكري كانت دايره هنا لي بواط، فيلا كبيره بالجرابه دايره فيها نساء يخدموا لي باس. هذيك هذا كينعد اون بواط تاع الدوله، حاجه نقيه بالطبيب بالشومبره بلا تيليفزيون، مكان بامبي مكان كذا مكان ده ممنوع. هذاك دايرينه يعني دايره تاع الدوله. كان في فيلا شتيار، من فيلا شتيار عاودوا دارت فيلا تماك سكنه كبيره كيما اللي يكون هاك فيها بروميير، فيها بروميير ايطاج ريتشوسي بروميير كلها وشومبرتها. اللي يجي يحطها الطاكسي عند الخشه تاع السيميتيار، كانت الخشه تاع السيميتيار تدخل تدخل مع الخشه، يحبسها الطاكسي برا بصح الماتريكي ماشي 22، كان يجيبو نساهم بليفري فامي يحطوهم رجالتهم تماك ويروحوا بار بينيفيس. كي تدخل لداخل تلقى كاتبين لك بالبتورة في البيبان هنا بيت، كانوا باترونات تماك بنات بلاد. جي يقول هاودي راني باغي نخدم، انا متزوجه
دير لها الطريقه نتاع وحده متزوجه، تحدى اي واحد. الحمد لله لما تروح تسقسي الشوية، تسقسي قبايل، تسقسي يقولوا لك على هذا البلاصه. ناس راها تقول زعما في لا جلفت كلمه حبه تعلفت، قال لك كي نديروا له نبيتوه نسكروه ونقرضوا له لفته. خوتي قبوا له لفته دخلوها وقرضوها، والفاهم يفهم. هذه هي كلمة في لا جلفت، دير لي باس كانت بشمال ولات بيمين، والنباتات تكون من 300 400 الفوق. فاهمني خويا؟ دابا هذا غادي يديروا عليه الروشيرش في الجزائر، كونوا على يقين بانه راه غادي يرجع يخرج وغادي يدير فيديوهات اخرين وغادي يسب في المغرب، لانه فضح النظام ديال الكبرانات، والنظام ديال الكبرانات ما كيعجبوش الحال. دابا غادي يعطيوه واحد الشويه نتاع الدريهمات كيف ما كيقولوا هما، وغادي يخرج وغادي يطبل ليهم عاوتاني. دابا غادي ندوزو نشوفوا اصدقائي الاعزاء اخر فيديو اللي غادي نشوفوا فيه واحد المواطنه فرنسيه اللي جات سائحه للجزائر، ولكن كانت الصدمه قويه. السلام عليكم لي في سي سا اوسي او بلاد سا سي كان تا با دو دون تا سيترن لو ميسيو اي ترامبل تا سيترن سا سي سا كوت 1500 دينار celles qui l'ont déjà fait me confirment. Je vous filme en fait cette partie-là. C'est pas du tout l'Algérie. Et qui regarde que des paysages touristiques. Il y a aussi des endroits comme ça. Donc voilà. Peut-être que cette vidéo elle va déplaire à certains, mais. Et voilà, c'est la réalité. Je vais pas marcher là parce que je vais être plein de boue. Je vais rester de ce côté-là. Mais il y a un moment, oh purée, le chien. Il faut peur des chiens. Voilà, ça va être comme ça. En fait, il y a un moment, bon, je vais traverser là. Tac, tac. J'aime pas parce que ça salit mon gilbert derrière. S'il te plaît, monsieur Tegun, si tu vois la vidéo, fais-nous les routes de partout. إنها الجزائر الجديدة والقوى الضاربة وأحسن دولة في إفريقيا وأحسن دولة في العالم. إنها الجزائر اللي ما غادي يقدر عليها حتى شي واحد. هادو هما اللي قالك كانوا باغيين ينضموا كاس إفريقيا وينضموا كاس العالم، وكانوا فو الملايين تاع السياح اللي غادي يجيو يزوروا الجزائر. كيف ما شفتوا معنا هاد السائحة الجزائرية اللي فضحتهم بهاد لا فيديو، وغادي يطلعوا عندنا الكراغلة وغادي يقول لك لا هذه حقا راه مروكيه ماشي فرنسيه، ولكن الفيديو بالصوت والصوره. اصدقائي الاعزاء غادي نخليكم حتى الحلقه اخرى ان شاء الله. نتمنى تعطوني الاراء ديالكم في قناه التعليقات، ما تبخلوش علينا باللايك والبارتاج لهذه الحلقه هذه باش الجميع يعرف مع من حشرنا الله في الجوار. اصدقائي الاعزاء غادي نخليكم حتى الحلقه اخرى ان شاء الله. ديما مغرب والسلام.